أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024، خلال إشرافه على اجتماع مخصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة. وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة في 8 جوان من السنة الجارية. في إطار المشاريع الهيكلية والاستراتيجية الكبرى، نسبة أشغال متقدمة بوتيرة متسارعة يشهدها مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات، ضمانا لتزويد 3 ملايين مواطن من المياه الصالحة للشرب يوميا. وضمن أجواء الشهر الفضيل ببشار، تنظيم إفطار جماعي لفائدة الطلبة الجامعيين الأجانب المتواجدين بالجزائر، تكريسا لقيم التآخي والتضامن والكرم. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذن ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة. حضره السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها يوم السبت 7 من شهر سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. بنظرة استشرافية وعشية اليوم العالمي للمياه، تمضي الجزائر نحو ضمان تأمين المياه الصالحة للشرب عبر تنويع مصادرها المائية. العينة في النشرة من ولاية بومرداس، حيث تتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بوتيرة متسارعة بهدف استكمالها في الأجال المحددة. الروبرتاج لحنان بوريو. محطة تحلية مياه البحر كاب جنات 100% جزائرية، تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300,000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 16 هكتار لتساهم في تحسين قدرة ولاية الجزائر بومرداس وتيزي وزو بمياه الشرب. وتيرة متسارعة في الإنجاز، يمكن إن شاء الله أن نقوم بتقديم المشروع أواخر سنة 2024. مع التزامن في تقدم أشغال الهندسة المدنية ومع وصول معدات الميكانيكية إلى المشروع وتسليمها، رانا ننطلق في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة تركيب المعدات الميكانيكية. الحمد لله اليوم ليزانجينيور تاعنا، الإطارات تاعنا، راهم يتحكموا كاع البروسيسوس تكنيك يافيرون. محطة ب10 وحدات من شأنها تغطية حاجيات 3 ملايين مواطن من المياه، تستعمل تكنولوجيا التناضخ العكسي، وينجزها مجمع شركات جزائرية أثبت كفاءته وتأهيله في تجسيد مشاريع استراتيجية كبرى. عندنا الأعمال اللي تسير في الأوفشور يعني في البحر، وعندنا الأعمال اللي راهي أونشور اللي هي داخل المحطة. استلمنا أنابيب الاستقطاب والتي طولها 1700 متر تتصل مع قلعتين على عمق 14 متر. المرحلة الأولية المعالجة راح تكون في الباتيمون هذايا، اللي راح تكون تمثل في لا ديكونتاسيون لاميلار، يعني الترصيب الرقائقي. بعد مرحلة المعالجة الأولية تأتي أهم مرحلة في المحطة، وهي مرحلة المعالجة والتي بعملية التناضح العكسي. إنجازات هامة وسيادية حققتها الجزائر ضمانا لأمنها المائي. بخطوة ثابتة إذن تتقدم الجزائر على مسار تحقيق الأمن المائي، وذلك باستكمال المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي عبر إنشاء 5 محطات للتحلية وبداية المرحلة الثانية، والتي تشمل إنجاز 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر. محمد ياسين نقاش والمزيد. ولأنه أهم مورد في الحياة، فإن المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه يبقى من بين الأولويات.
نحاولوا دائما نعطوا حلول لايجاد يعني اقتصاد الماء سواء مع الفلاحين لانهم يعتبروا اكبر مستهلكين الماء، 70% من الموارد المائيه تعود للفلاحه، لترشيد استهلاك المياه ونخصوا الكمية المياه الصالحة للشرب للمواطن والمجالات اللي لازم مياه صالحة للشرب، سينو وين نقدروا نستعملوا المياه المطهرة لا ريوس كما نعيطوا لها بالعامية، سي المجال الزراعي المجال الصناعي. وبفعل التغيرات المناخية أصبحت الجزائر تعاني من الجفاف، فكان لزاما إيجاد حلول واتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا للسقي. يهدف هذا البرنامج بمرحلتيه إلى ضمان أمن مائي وطني، لأن هذه المحطات سوف تؤمن تزويد ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة إلى سكان المدن الواقعة على بعد 150 كيلومتر من هذه المحطات، حيث يقطن أكثر من 70% من إجمالي سكان الوطن، حيث أعد القطاع استراتيجية لهذا الغرض تقضي باستغلال المياه المستعملة المصفات في الفلاحة والصناعة. إذن حسن تسيير هذا المورد يعد أحد أساسيات التنمية المستدامة. وضمن التوجه الاقتصادي الجديد الرامي لتنويع الصادرات بالاعتماد على الكفاءة المحلية، شرعت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بولاية المسيلة شرعت في تصدير رابع شحنة من قطع غيار التوربينات الغازية نحو هولندا. روبورتاج محمد بلكحل. الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية بالمسيلة مؤسسة رائدة في تصنيع وتوريد قطع غيار التوربينات الغازية، تصدر اليوم رابع شحنة لها نحو هولندا. نشهد تصدير رابع شحنة والتي تتكون من 7 أقطم فرامناف إلى دولة هولندا، وبذلك تكون شركتنا قد أوفت بالتزاماتها اتجاه جنرال إلكتريك، وقمنا بالانتهاء من تصنيع وتصدير بوند كوموند الأول. صنعت سايق لحد الآن بالشراكة مع جي إي ما لا يقل على 20 مجموعة قطع غيار، كلها مطابقة للمواصفات الجودة المعمولة بها عالميا، وهذا العمل تطلب جهدا كبيرا وإدارة قوية من طرف إدارة سايق. المسمكة هذه يتم فيها إنتاج شفرات التوربينات الغازية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. الشفرة تاع التوربينة رانا نحو ديفافوراج كشما لي بوان هكذا ولا كشما حوايج خفاف، من بعد نديرو مونتاج وتولي قراب كومبلي. هذا القطاع الغيار اللي راهي مخصصة وموجهة للطاقة الكهربائية وهي صنع محلي، هذا يؤكد مرة أخرى الكفاءة والمهارة تاع الإطارات الجزائرية في كل القطاعات. الشركة تتطلع لإنجاز معدات كهربائية وأجزاء أخرى من التوربينات بتقنية جد متطورة للتقليل من عملية الاستيراد ورفع نسبة الإدماج الوطني. ومن أجل وضع مخطط متكامل لترقية الصادرات خارج المحروقات، يلعب ميناء جنجن بولاية جيجل دورا محوريا رئيسيا في خطة الإقلاع الاقتصادي خصوصا في المنطقة الشرقية. المزيد في هذا الروبورتاج لعبد الرحيم شمعونس. النجاح الكبير الذي حققته الجزائر بعد فتحها لخطوط نقل جديدة لتصدير مختلف السلع والبضائع أهل ميناء جنجن لمواكبة هذه الديناميكية من خلال تحقيق أرقام قياسية في حجم المبادلات التجارية. خلال السنة الماضية يعني تم معالجة 9.7 مليون طن، 38% هي عملية تصدير لمواد خارج المحروقات. حاليا نحن نعمل بمساحة 13.5 هكتار لنمر عند نهاية الأشغال بنهائي الحاويات إلى 76 هكتار، ما يستطيع استيعاب سنويا 2 مليون حاوية. وللرفع من طاقة استيعاب هذه المؤسسة المينائية التي تستجيب لكل التقنيات الحديثة في مجال النقل البحري، تم إعادة بعد مشروع نهائي الحاويات لإعطاء ديناميكية أكبر لعمليات الشحن والتفريغ. نهائي الحاويات تتكون من 3 أرصفة، لا سيبافيسي تاع الطمينة كونتو نفسي 30 هكتار،
بالنسبه للدوام العمل هو دو فوا 12 يعني اش 24 ما حبسوش. نسبه الاشغال هي يعني قبل الاستئناف المشروع كانت في حوالي 95%. اليوم في هذا المكان جينا باش نشوفوا مدى تقدم الاشغال فيما يخص ميناء جنجن للسلطات العليا تاع البلاد، تعطيه اهميه كبرى كونه مركز من مراكز اللوجستيكيه اللي تفتخر بها البلاد. اعطينا تعليمات فيما يخص استلام هذا المشروع هذا اللي عارف تاخر فيما سبق. ان شاء الله ستكون لنا لدينا عده زيارات على هذا الميناء حتى نتمكن من استلامه في الاجال التعاقدية. تدعيم هذه المنشأة المينائية بمشاريع تنموية مكملة سيجعل منها مركزا محوريا لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. إلى أجواء الشهرية الفضيل الآن والتي تطبعها قيم والتآخي والتضامن والكرم، وككل سنة إفطار جماعي لفائدة الطلبة الأجانب بالخدمات الجامعية ببشار. دنيا نوالي والمزيد. تتكاثف وتتعدد مظاهر التضامن في الشهر الفضيل، ومن العادات المفضلة للجزائريين في هذا الشهر بادرت الخدمات الجامعية ببشار بإحياء إفطار جماعي لفائدة الطلبة الأجانب. حضورنا إلى هنا مناسبة توحي لنا بأننا في بيوتنا، نحن ممتنون لهم لأن هذا الإفطار يذكرنا بالجو العائلي. رمضان كريم. هذه أجواء ربانية الحمد لله، وكثيرة مليئة بالأخوة والصداقة التي ليست وليدة اليوم مع الأخوة الجزائريين. يتشارك الطلبة بمختلف جنسياتهم الأطباق التقليدية في موائد تنسيهم بعدهم عن أوطانهم وأهلهم. تبقى الجزائر هي الرائدة، لا يخفى عن العالم أجمع حاليا أن الجزائر هي الرائدة في مداواة الجروح، هي الرائدة والسباقة في المساعدة في بذل الجهد سواء في أرضها في الجزائر هنا مع الطلاب المقيمين ومع الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية ومع التضامن مع قطاع غزة. انضمت مديرية خدمة جامعية بشار إفطار جماعي على شرف طلبة الدوليين، وهذا من أجل إدفاء نوع من الأجواء الرمضانية العائلية. عملية الإفطار الجماعي للطلبة الأجانب تهدف لخلق أجواء عائلية رمضانية وسط إخوانهم الجزائريين. لقي أمس 8 أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام بين سيارة أجرة قادمة من الجزائر العاصمة باتجاه بجاية وشحنة كانت متوقفة على الشريط الاستعجالي في حالة عطل ميكانيكي بمحورية طريق السيار الرابط بين مدينة بجاية وطريق السيار شرق غرب بالمكان المسمى قرية بازيو. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الرأي العام أن نيابة الجمهورية قد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي حول ظروف وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات. الحادث وقع باصطدام سيارة أجرة نوع بيجو إكسبير بشاحنة نوع دايو كانت عاطلة ومتوقفة على الشريط الاستعجالي. من جراء الحادث تم تسجيل 8 وفيات ومن بينهم فتاة بعين المكان، أين تم نقلهم على جناح السرعة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي عيش. الفصيلة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش تقوم بالتحقيق في أسباب وملابسات الحادث. من مكاسب الكفاءات الجزائرية أنها استطاعت تطوير عصرنة خدمات الديوانية الوطني للأرصاد الجوية من خلال استحداث محطة جديدة للرصد وتطوير برمجيات التنبؤ. ريبورتاج لحفظة جانس. تطوير محطة جديدة للرصد على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية مكسب هام يتعزز به الديوان لرصد مختلف المعلومات الخاصة بالمناخ. إنشاء محطة سينوبتيكية لرصد البيانات بعلامة جزائرية 100%، كما يتم التنسيق
في تجميع بيانات الرصد الجوي وتوزيعها بعد استقبالها في جميع وحدات الديوان. ولتسهيل معرفة توقعات الطقس بدقة عالية، تم تطوير برامج وتطبيقات جديدة على مستوى الديوان. هذه التطبيقات يعني تعتبر تطبيقات أساسية وضرورية للمتنبئين الجويين، يعني تسمح لهم وتساعدهم في تحليل البيانات. ونعمل باستمرار على إصدار نشريات خاصة بتطور الحالة الجوية لمدة قصيرة، مدة متوسطة ولمدى بعيد. تزويد المواطن الكريم وكل المؤسسات الاقتصادية بالمعلومات المناخ والطقس لتفادي خسائر ناجمة عن هذه الوضعية الجوية المتطرفة من خلال النشرات الجوية ليزافيرتيسمون، كي تكون هناك وضعية جوية متطرفة. تقديم خدمات نوعية ودقيقة هو ما يعمل عليه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من خلال عصرنة أجهزته ومواكبة آخر التطورات في المجال. في الملف الصحراوي، أكدت جبهة البوليزاريو أمس الخميس أن سلسلة الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، اتفاقيات الصيد، توسيع الاتحاد الأوروبي للأفضليات التعريفية للمغرب، شكلت تقدما حاسما في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز في خلاصة الدعية العامة لصالح الشعب الصحراوي والتقدم الكبير المحرز في المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو منذ 10 سنوات، غير أن جبهة البوليزاريو دعت إلى ضرورة الحذر كون هذه الاستنتاجات لا تمثل القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية والذي يجب انتظار الإفصاح عنه بعد بضعة أشهر أخرى. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فلليوم 68% لا يزال العدوان الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر المروعة بحق الأبرياء المدنيين. ففي 24 ساعة الأخيرة استشهد وأصيب العشرات من المدنيين في قصف صهيوني عنيف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة بالنصيرات وخان يونس، ارتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 31,988 شهيدا، وأزيد من 74,188 مصابا. إلى ذلك، أعلن المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال الصهيوني تعمد إعدام 13 مريضا فلسطينيا بمجمع الشفاء الطبي منذ اقتحامه للمستشفى لليوم الرابع على التوالي، حيث منع عنهم الأكسجين والكهرباء إضافة إلى الدواء والطعام. بدا نختم مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة. ليلة هادئة، صحة صحوركم والسلام عليكم.